طيب الحقيقة دايما يعني بقى فيه اهتمام كده من قبل الشباب دلوقتي برياضة التزلج بالعجلات، وبقينا نشوف مجموعات من الشباب بيمارسوا هذه الهواية في الشوارع. علشان كده في محافظة بورسعيد دايما بيكون ليها الحقيقة سبق بورسعيد في كل شيء، نظموا هناك ماراثون للتزلج بالعجلات، وده كان لمسافة 4 كيلومتر كنوع من أنواع الترويج السياحي للمحافظة، خاصة إنه الماراثون ده هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط. محافظة بورسعيد شهدت انطلاق أكبر ماراثون للتزلج بالعجلات في مضمار مفتوح بشارع رئيسي بطول 4 كيلومتر تقريباً. يعد رالي بورسعيد للتزلج هو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، وفي النسخة الأولى لرالي بورسعيد تم توجيه دعوة عامة لمشاركة كل محبي رياضة التزلج بالعجلات من جميع أنحاء الجمهورية، وتم تنظيم الحدث تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومحافظة بورسعيد، وبالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وبحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد. الحدث ده بيأتي في ضوء استقبال الموسم السياحي الصيفي 2022 وبداية العديد من الفعاليات اللي بتأتي ضمن خطط الترويج السياحي لمحافظة بورسعيد، واللي من بينها إضافة أنماط سياحية جديدة بتحظى باهتمام كبير من المواطنين بصفة عامة والشباب بصفة خاصة.